عملت على مرضى السكر والخاصة بعلاج التهاب الأعصاب الطرفية عند مرضى السكر. دي أول دراسة أو بحث مصري يتم في الموضوع ده وفي الشأن ده. بأحد الفنادق بالقاهرة عقد المؤتمر الصحفي لعرض نتائج البحث المصري الأول في علاج التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكر بحضور أساتذة في مجالات الطب المختلفة. مرض السكر من الأمراض الخطيرة اللي تستحق الاهتمام والتركيز عليها. مرض السكر بيصيب في مصر 7.5 مليون شخص سنة 2015، العدد ده مرشح انه يبقى 15 مليون سنة 2040، فالحقيقة ده يستحق اهتمام الجميع. البحث النهارده الجديد فيه انه لما عمل الابحاث وعمل ناس خدوا الدواء ده وناس تانيين ما اخدوش الدواء ده والاثنين واخدين علاج سكر، لقينا ان اللي خد الدواء الاطراف بتاع الاعصاب 100% فيها بعض التحسن عن ما اللي ما اخدوهش، وده طبعا بيشجع. زائد ان الدواء مش بس بيشيل اطراف اعصاب، ده بيشيل السموم من الجسم في اجزاء كتيره. هذا الدواء بيتعمل بإيد مصرية في شركة مصرية وبيصدر للخارج لبعض الدول الأوروبية والكندا والدول الخليجية اللي هي مواصفاتهم في الكواليتي كنترول أو نوعية الدواء صعبة. فالحمد لله أن دواء مصري بيصدر للخارج، ده بعتبره مرحلة من أنواع العالمية للمنتج المصري. مرض السكر بالتأكيد له مضاعفات كثيرة، لذا كلما اكتشفه المريض في بداياته كلما كان أفضل. وعلى حد قول الأساتذة تم الإشارة بعد النتائج البحثية إلى التحسن الملحوظ لمرضى السكر من النوع الثاني في إدارة الاعتلال العصبي من حيث الأعراض العصبية ونقاط الإعاقة العصبية ومستويات الإدراك الاهتزازي. مصطفى الشيمي، صباح البلد.